نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوثق فيه ملامح الأحياء الشعبية وما نشاهده تعليق الزينات والأضواء وإن شاء الله ليلة الحنة. وليلة الحنة كما نعرف هي الليلة التي تسبق ليلة الدخلة أو ليلة الزفاف، وتقام في منزل أو أمام منزل والد العروس. ما زلنا نتابع بالطبع. نتحدث في نوفمبر 2021، وكانت الأمور قبل ذلك أيسر وأسهل وأبسط من ذلك. بالطبع بنحتاج وحدة صوت اللي هي الدي جي، ووحدات إضاءة ومسرح. ما زلنا نتابع. وهذه ملامح الفرحة في الأحياء الشعبية. وبالطبع ما زال هناك العمل يتم في إنشاء المسرح، هو المسرح الذي يتم إعداده لعمل ليلة الحنة إن شاء الله.